خلينا نبدأ معاكم ونتعرف على حالة الطقس النهاردة، واللي هتكون حار على كافة أنحاء البلاد والرياح نشطة على القاهرة والوجه البحري. أما درجات الحرارة في بعض محافظات الجمهورية والعواصم العالمية فهي كالتالي: القاهرة 36-24، إسكندرية 31-24، الإسماعيلية 37-23، والدقهلية 37-22، الغردقة 37-27، والمنيا 37-24. أما بالنسبة لبعض العواصم العالمية فدرجة الحرارة هي كالتالي: الرياض 46-31، أبوظبي 41-33، أنقرة 29-16، لندن 21-16، واشنطن 34-24، وأخيرا بكين 34-24.